المهدي ايا يكن وايا سيكون لن يكون اكرم على الله ولا انجح ولا افلح من الانبياء والرسل. السنن لم تتعطل الانبياء والرسل، لم تتوقف في جماعات وفي دورات سموها الدوره يعني دورات الانبياء والرسل غير صحيح، ولا حتى في دوره محمد خاتم الانبياء والرسل وعلى اساس يعني المهدي حيستمد شرعيته وكرامته كذا من كونه ايه ينتسب الى محمد دينا وايه ونسبا ودما. لم تتعطل. محمد نفسه هذا هو الذي هزم جيشه في احد، محمد نفسه عليه السلام هو الذي هزم جيشه في حنين في البدايه ولا بالصحيح محمد جرى عليه وعلى اصحابه ما جرى بحكم السنن، بحكم السنن. محمد هو الذي قيل له ولجماعته من اصحابه البر الاطهار الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا. ذلك من هذا التفكير الخرافي وهذا التفكير اللا سنني بل عدو السنن، انه نستنى والمهدي بيجي وبحل المشاكل. مش صحيح، مش صحيح. لو افترضنا المهدي بعث، يعني المهدي بحد ذاته مش فكره مستحيله على فكره. المهدي ايش هو؟ مصلح. في حد قال نبي؟ في حد قال رسول؟ يعني مصلح من امه محمد من نسل النبي على اساس يعني، وزلمه مصلح. وطبعا يا ما لعبوا على الفكره هذه. تعرف انت ايه اعجب؟ يمكن اول مره تسمعوا الكلام هذا. بتعرفوا من اواخر من لعب على فكره المهدي مين؟ وقد لا تصدق، هتلر، الفورر. ايش رايك؟ نعم نعم ايه شيء ايش لا يصدق. انه لما كان في يعني صعد نجم المانيا النازيه وهتلر وهتلر وعجوبه هتلر والصناعه العسكريه والصناعات والحرب بدا يشيع في العرب في العراق وبلاد الشام ومصر بالذات انه هتلر اسلم واسمه الحاج محمد هتلر. وهو كان عارف الكلام هذا ومسرور به وكان يطالب. ادبيات المانيا الان كلها وثائق وكشفت، كان مسرور بهذا الشيء وكان يدار هذا في ألمانيا. الكلام هذا اللعب هذا الإعلامي يدار من ألمانيا. فهتلر فجأة هيك قال لهم خلاص خلينا إيش مثلا يعني طبعا قال لهم النبوة أكيد مسكرة عند العرب. قالوا لا مستحيل نبوة إياك يعني بتخسر كل أوراقك. قال طيب في عندهم فكرة اسمها المهدي إيه موجودة هذه، هم موجودة عند البرتغاليين وعند الأسبان وعند اليهود وعند النصارى وعند المشايخ العالم كل الأمم عندها فكرة المهدي على فكرة، وعند الهنود فكرة خرافية طول حياتي بتتردد نفس الفكرة واشتغلوها في الإسلام 100,000 شخصية على فكرة مش واحد، 100,000 شخصية تستغل باستمرار هذه آخرهم هتلر قال طيب فكرة المهدي هذه حلوة كمان. قال والله ما بتنفعش برضو عليك. ليش؟ قال لهم قالوا أنه هذا لازم يكون من نسل النبي تبعهم من هنا صار التسريب برضو أنه هتلر من نسل النبي. إيش رأيكم؟ طبعا مش أنه أسلم من ذرية النبي وناس صدق الهبل هذا. هم كانوا بيخضعوا الجماهير والقواعد الجماهيرية عكس طريقة النبي تماما في الشغل. النبي ما كانش يسمح بالمرة بخديعة الشعب وخديعة الناس أبدا أبدا أبدا، ولا يستغل أي فرصة. كان يراهن باستمرار على فكرة لأنه هو إنسان حقاني ومملوء بقوة الحق تبارك وتعالى، يراهن على الحق. فعلى كل حال باختصار، لا المهدي لا حتخرق له السنن ولا حيقدر يعطلها ولا يوقفها ولا في منه. لذلك ما فيش إيه يعني كبير تعويل. اللي حتعوله على المهدي صدقني عولوا على أي مصلح تحتاج وبس. فكرة المهدي فكرة مصلح، مصلح يجي يصلح الأمة، فكرة السياسي، فكرة الاجتماعي، عاداتها، تقاليدها، فكرة السنني، أهلا وسهلا. بقدر هذا المصلح ما يقترب من القرآن سننيا هذا بكون حينجح.